شكرا كابتن. بالنسبه للاخبار، الزمالك هيجيب الاخبار الجديده. الزمالك يؤجل المؤتمر الصحفي للاوقاف للاربعاء المقبل. كان بالنسبه لموضوع الاوقاف، ان الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك هتكلم على موضوع ارضه وقصته مع الاوقاف، وكان هيبقى المفروض يبقى في لقاء مع رئيس هيئه الاوقاف او وزير الاوقاف المصري. اسماعيل يوسف، كابتن اسماعيل يوسف تجاهنا الكره المصريه، بيقول تنفيذ تعليمات باتشيكو سر فوز الزمالك على سموحه. النهارده الزمالك كان مختلف تماما. المباراه كانت يعني سموحه كان ند قوي لنادي الزمالك في الشوط الاول. الزمالك خطف المباراه في نهايه، خطف الفوز في نهايه المباراه. وامبارح لو تفتكروا انا اتكلمت في البرنامج على باسم مرسي، وقلت ان باسم مرسي لو اخذ الفرصه ممكن يبقى من النجوم المميزه، لان باسم مرسي كنت متابعه السنه اللي فاتت مع الانتاج الحربي، كان ماشي اداؤه تصاعدي بشكل مميز جدا، ومن خلال اداؤه في الانتاج الحربي راح مع الكابتن شوقي غريب منتخب مصر. باسم مرسي لو رجع تاني واخذ الفرصه كامله، اعتقد انه بقى مهاجم اساسي في نادي الزمالك، في ظل ان باتشيكو غير راضي على اداء احمد علي وعبد الله سيسي. بالنسبه لازمه توفيق وجابر، رجعوا الاثنين وبيتمرنوا، وعمر جابر لعب النهارده. نتمنى لهم طبعا التوفيق مع ناديهم نادي الزمالك، وان شاء الله يبقى في الفتره اللي جايه في تفاهم وتناغم ما بينهم في صيغه تعاقد جديد يرضي الطرفين. احمد توفيق بيقول التجديد للزمالك شبه محسوم، واشكر باتشيكو على ثقته في، اكيد المدير الفني الاجنبي ما بيعرفش حد، لا يعرف محمد ولا يعرف ابراهيم، وعنده لعيبه كلها بتنزل التدريبات. المجيد بيبقى موجود في 18 اللي يدخلوا المباراه، المجيد من 18 بيبدا تشكيل المباراه.